اسمحوا لي أيها السادة، في بداية المجلس اختاريت أن أقرأ قصيدة للراحل حج صالح الحداد أبو جمال، قصيدة رائعة رحمة الله عليه، والله يرحم جميع أمواتكم إن شاء الله. أيا ابن أمير المؤمنين تحية من القلب أزجيها وقد عظم الخطب تذكرت يوم الغادرية حينما أتى الغادر من حدب يسانده صوب وقد ضاقت البيداء على آل أحمد فأكبادهم حرا وجنبهم العذب كأني إذا أصغي لسمع صراخهم نساء وأطفال تروعهم حرب وقد أرسلوا في الليل وفدا وقصدهم أبا الفاضل من يوم بدا دونهم صعب فأغروك بالدنيا وبالجيش إمرة ولم يفهموا معنى العقيدة إذ ذهبوا ولم يفهموا معنى العقيدة إذ هبوا فأغريتهم بالدين والخلد جازما بأن إله الكون ما دونه رب تناسوا تعاليم الإله وما أتى به المصطفى طرًا وما أنزل الرب قصدت أبا الفضل الذي هو لم يزل
حديثا قديما في النوائب يقصد، يمد على قلب السقيم بكفه، وإن لم تكن يوم الطفوف له يدو. جوزي نبت حيبي هل يا المشرج بهمي، وسكنت صيح وين الماء يا عباس يا عمي، يقلها قتلك على الماء يجيب لو عوض دمي، ونعمت وخزينا بجبت الماي بالقوة. اجت الأطفال والنسوان أخذ بيدي يدير الماي، زينب تاخذ من ايده أخوي تقول واف أخواي، منو مثل يشيل الماي وهذه ناشفة عن هاي، جبده من العطش ضامي وقلبه من الظما مشوى. تدرون راح أتعبكم هالليلة، ما يستاهل أخو زينب؟ أسمعكم يلا. حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصار مبتار لاجا، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتف القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت اهواء. قراية على العباس من دون شجاعة محل. شيوخ القبائل من ظهور الخيل شلع، كم حيد مدرع برز والعسكر تضعضع، كل ما تلايم نورها نورا يتشعشع، فرت ملك الموت يلقط وين الأبطال، فرت ظنت حل عليها نافخ الصور، الأرواح ترجف والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور، وتذكر سكينة واخوها وللنهر ما درعم العباس واظلم كونها، صاحت الفرسان طب طاعونها، صاحت الفرسان طب ليث الحرب، وصليها وضيق عليها الدرب، قلب جنحين الحرب فوق القلب، خلى ملك الموت بين عيون، خلى ملك الموت ذبك في يد قعد، خلى قلبي يرق يرف طير السعد، شاء الله ونعمين ابن حيدر لكت، شم وشم لك ذات لا تعرفون، لكت خلت سوم فيها معفرة، شير ما حوشيتون ومطبرة، وقف بيها ووقفت على القنطرة، هذه وقفة وذيك ما ينسونها، هاي وقفة وذيك بيها أكثر فعل وعمل بيهم شبل حيدر ما عمل، ظل جبان القوم يسحق على البطل، أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدر، أين تفرون اليوم يا كفراء، تمطب الرجاب وقال يا زينب تشجعيني، وأنا مأدب الفرسان أبو فاضل تعرفيني، تقل وجودك مبارك من سلم عمرك، وجودك وريد الله يدي منه، وجودك يا ابو فاضل شمخ فخراك،
وجودك وجودك ولا مثلك أخو الواسى خويا. وعباسا ما تحجون أولي اختاضوا قال يا زينب شنه الخيل وتهمج أخوك وصارمي بيدي وفن اليوصل خيمج وحق الحسن يا زينب وشبدة وكسر ضلعمج لخلي جموع حط الشعر وخلي النايحة بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل جيل ما ينسون عملته تقل وصاك أبونا نزل بيد الحكم وصاك وسيف جندل الأبطال وصاك يا أبو فاضل أبونا بيش وصاك وعنش قال لك عند المنية يقلها على الجبل همي تراها وصية والدك عيني تراها قلب شاربك زينب تراها بخدمتك امري خويا علي اي خويا وعباسا على هونك على هونك تقل هذا الجيش صوب الخيام يردن يردن وشوف سهام من عداك يردن يا ابو فاضل خواتك ماي يردن وانا برجواك لا تبطي علي ماجورين لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا وكان للمنبر الحسيني الأثر البالغ في نفس الأمة لا بل في نفوس الأمم ليش هذا المنبر هالكثر إلى تأثير على الأمم قال لأن الجانب العاطفي يجعل الأذهان واعية لنداء الحق هذا الرثاء النعي الأصوات الأطوار تخلي شباب العقيدة يجون للرثاء يبينون عشقهم للحسين فيتعنون للمآتم مآتمنا كلها مليانة التفتوا للمعاني لأن هذا الرث لو ما هذا الرثاء لما تلقى شبابنا بهالكثافة يقبلون على المنابر صحيح؟ لكن
إذا تقلب الجانب العاطفي على الجانب التوعوي توقف زحف جنود الرحمن. ثورة الحسين سلام الله عليه، صدق أنا وأنت واظبنا على إحياء مراسم عاشوراء منذ قتل الحسين إلى يومنا هذا، لو ما مهتمين هالاهتمام محرم لكان زيفت عاشوراء، لكان ما اجتنا مثل ما الآن محفوظة عندي وعندك، ولكان برأوا كثير من الشخصيات اللي أجمعت الأمة على ضلالها، حتى شمر بن ذي الجوشن. شوف شلون، فهذا جهودنا أنا وأنت، لأن الحسين متفضل علينا. وهاي الكلمة اللي أبغى أقولها جدا مهمة، أريد إخواني شباب العقيدة يلتفتون للمعاني اللي أقولها. نعم حضورنا جدا مهم في هالمآتم، هاي العشرة أيام تزلزل عروش وآمال اللي يبنونها لهدم الإسلام والتشيع، يرجعون بخيبة الأمل عندما يشوفون هاي الشباب مليانة منهم الشوارع والحسينيات والمآتم، وماكو فكرة أو رادع يقدر يخلينا نتنازل عن الحسين سلام الله عليه، لأن هاي مآتمنا نريد نبين بيها عشقنا للحسين، حبنا للحسين، نستنكر على قتلة الحسين، عرفت ولا لا؟ لكن أخواني إذا اقتصرنا بس على هالمعاني من دون تأثير الحسين ما رح يرضى علينا. شنو من دون تأثير؟ يعني إذا أنا كنت قبل محرم بشكل وجت عشرة أيام يا شباب من محرم وقضت وأنا مثل ما كنت بذي الحج، هذا ما يرضي الحسين سلام الله عليه، لأن الحسين مصلح ولو بمقدار ما تيسر. شقد عندك طاقة تحاول أن تضبط نفسك، تحاول أن أنت تقود نفسك، لا تخلي الزمام بإيدها، إذا تركت زمام الأمور بيد نفسك تأخذك للمهالك. يقول رب الأرباب وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. شلون تواظب على هاي النفس وتربيها؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. استكمل فضائل هاي النفس، روضها. مولانا أمير المؤمنين يقول إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، أروضها أعلمها تقوى المن لتأتي آمنة يوم القيامة. شلون أواظب عليها وأروضها؟ يقول أمير المؤمنين إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. يعني شنو يا شباب؟ هذا الوقت اللي هو أثمن شيء بالعالم الآن جاي ينهدره على مواقع التواصل، نلتهي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سنة ما أقول لك فرد دينيوب يوز منها، لكن مثل ما كنت ليلية قبل لا تنام بساعة تتصفح مواقع التواصل، خليها 50 دقيقة هيك حاكي نفسك، قول هالليلة 10 دقائق الأخيرة امتثالاً واحتراما لمنبر الحسين أخلي منها قراءة للقرآن أو أقوم أصلي صلاة الليل. شوف نفسك تطاوعك لولا، إذا قدرت تسويها لا أنت بطل على نفسك، لأن أشجع الناس مو هذا اللي كض الشارع ويصرع الناس، أشجع الناس من غلب هواه اللي بي على نفسه. إذا شفت نفسك الليلة طاوعتك باللي قلت لها من الأمور اللي ترضي الله، إحنا ترى أولى بالقرآن من غيرنا، إمامنا الحسين رأسه على رأس الرمح وما بطل قراءة قرآن. فشوف بلا نفسك الليلة تقرأ لك سورة أو تصلي،
إذا شفت نفسك ما طاعتك بهذا الشيء. يقول أمير المؤمنين: إن استصعبت على موت تكاسل، إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره ثاقلت، قلت لا ماكو داعي، تعبنا كنا بالماتم لطمنا، لم يعطيها سؤلها فيما تحب. مو صار باكر قالت والله اليوم هيك اشتهاك، قالها لا البارحة من قلت لك خل أصلي ما رضيتي. وهكذا كنت واظب على النفس لما ما يصير زمامها بإيدك. يقول الإمام الباقر أرواح نافدة: إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها. يعني أنت مجبور أن تكون تحارب نفسك حتى تغلبها. زين مو كنا يغلب نفسه، أكثرنا النفس تقودنا، ملاهيها وملذاتها ورغباتها وشهواتها. قال نعم أحيانا أكو واحد يتبع نفسه وينتعش، لكن كيف عنده جذور طيبة. شنو جذوره؟ والله هذا حضوركم في المآتم وحبكم لآل رسول الله ينقذكم بالمستقبل حتى لو واحد يمشي خلاف، عرفت له لا الله ينصره الله ينقذه، يخليه يعثر ويتذكر ويفزع إلى التوبة. يقول رب الأرباب: إن الذين اتقوا، هاي التقوى هسه، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى لو يمشي لمدة يتمادى بالذنوب، لكن رب العالمين ما يخليه يطلع من الدنيا مذنب وعلى حالته اللي هو بيها. لكن هاي من الآن كنت تروض نفسك، يعني شفت لك مجموعة جاي يستغابون ما أحلاها وألدها الغيبة، بالله بيك أنت تقطع كلامهم لو ما قدرت تقوم عنهم. إذا فلتت من هالمعنى لا أنت بطل، أنت بيك على نفسك. كثير من الرجال في بداية الإسلام ناضلوا وجاهدوا، راحت عيونهم وديهم، عابوا تعوقوا، لكن لم يكن هذا كاف لهم ونافع، وإنما كانت أنفسهم أقوى منهم، صرعتهم وغلبتهم. أنتوا تدرون هذا الشمر بن ذي الجوشن كان مولاي الكريم، هذا الرجل كان يدرس قرآن، ممن يحفظ القرآن، لكن ما نفعه. ليش؟ لأنه اتبع هاي النفس تقود الإنسان دائما إلى المهالك. والله خلي الإنسان أحيانا يذل، لكن أكو ناس حتى لو هم محتاجين حاجتهم تلجئهم أن نكون يذلون، ما يخلي هاي النفس الذل يرفعها. تشوفه تقول هذا ملك، كأنه ملك بنفسه العالية. أنت بالجسم لا، أنت بالنفس لا بالجسم إنسان. إجوا للإمام الصادق صلوات الله عليه، قالوا له: سيدنا أكو نصراني مسيحي ما مد إيده بدعاء إلا واستجاب الله دعوته، والوادم مالت للنصرانية. ودع علي الإمام، إجا الإمام قال له: صحيح أنت ما دعيت دعاء إلا واستجيبت دعوتك؟ قال له: بلى. الإمام قال له: قل لا إله إلا الله. شوية تأمل وقال: لا إله إلا الله. الإمام قال له: ليش مكثت؟ وبعد ثواني الله قلت: لا إله إلا الله. قال له: سيدي أنا مخالف هوى نفسي، شكو شيء أعرض على نفسي، إذا ما رادت أسوي، عرفت؟ إذا رادت أخالفها. فأنت من قلت لي هاي الكلمة نفسي جزت منها، فقوة جبرتها قلت لا. إن الإمام قال له: كيف كنت على غير دين
هذا هوى نفسك اللي كنت ضابطه أنت، الله ما ضيع لك الطاكية بالدنيا، كان ما يريد لك دعاء. اليوم كيف أسلمت؟ واظب على هذا الغلبة على هوى النفس، راح تشوف أثرها شي ينطيك رب العالمين يوم القيامة. ولو قدر الإمكان يا شباب، حاول أن هاي النفس أنت تنتصر عليها. شكو شي معتاد علي، متعود علي، مدمن علي، حاول أنه تغلب نفسك أنت، أنت قودها. والله مدة شهر زمان إذا واظبت عليها تكتسح ساحة الفضائل، وتكون في حضيرة القدس، وما تدعو من رب العالمين دعوة إلا يستجيبها إليك. تبناكم هذا المجلس اللي انعقده سنويا مسمى لأبي الفضل، هالليلة ملايين ملايين المنابر الليلة وباكر تحكي للخلق عن أبي الفضل العباس. مو بس نريدهم يظهرون محبتهم بالدموع لأبي الفضل، كون يقتدون بيه. أبو فاضل مش بس بطل علن وادم وقتل أعداء الله، لا، حتى على نفسه. انتوا شايفين واحد يخالف نفسه في شرب الماء؟ لا بالله عليك، وين اكو هيك؟ هاي المرجله. يعني ابو فاضل يقول يا شباب العقيده، تبين انتوا اتباعنا بيكم تقتدون بينا، احنا الماء ما شربناه وملكناه، ادون من الماء بيكم تتركونا يا شباب. اذا على هالمعنى سرنا، هاي معنى امتداد الثورة، هاي معنى الامتثال لأوامر الحسين، ألا من ناصر ينصرني. يطلب منكم النصر، لا تردونه. أحسنت، لبيك يا حسين. أسأل الله بحق أبي الفضل العباس أن يقوينا على أنفسنا. زين، احيانا اكو نفوس ومو تنخدع، انت مو تنخدع، انت اعرف بنفسك. اكو كلمات يجون يشوقونك بيها، عرفت هاي ارضيه تخليك للتمادي، لا، يصير عندك عجب. انت اعرف بنفسك، انت قود نفسك دائما، وديها للمكارم والفضائل. وإلا أكو ناس كثير انخدعوا بحكي الوادم وراحوا للمهالك، والله بين الحر وبين جهنم رمشت عين، بس كلش بذيك الدقيقة الأخيرة من كان يروح للحسين قال له وين رايح؟ شبيك ترجف؟ والله لو يسألوني عن أشجع العرب أول ما أقول أنت. وهذا الحكي يتفخ، هذا والله زحمة تويقش، قل لي أنا بعدني أظل أرجف أكع أرجع. لكن لم يكن هذا رادعا للرجل، قال لا، إني أخير نفسي بين الجنة والنار، وهاي النفس ما خليها تروح إلى جهنم، لا أختار على الجنة شيء. ولا يصير عندكم يأس، بلا، إحنا كلنا معرضين للذنوب. ما عليك من بعض الدعاة اللي يصوروا لكم الله إرهاب وسيف وصوت ويعذبكم، لا، نبئ عبادي، روح قل لهم أنا غفور رحيم، أنا أسامح، إذا أقبلت على الله الله يقبل عليك. الله ما خلقنا حتى نتنفر من عنده، الله خلقنا حتى يراوينا جماله. يحبكم الله يا شباب، أنتم عبيدة وخلقة. الدين مو مثل ما عرفونا بعض الناس، إحنا أمة المصطفى المرحومة، فعليكم يا شباب أن تتأثرون بهاي المدرسة. ضبط النفس، بلى، انت اذنبت امس، قبل اسبوع، اكثر، مو الذنوب غبره، الذنوب مخيفه، ولكن اذا هاي الذنوب خلت لك حاجز بينك وبين الله بحيث ما تريد تكمل مسيرك مع الله، هاي الفكره اخطر من ذنوبك. اليأس من رحمه الله، اقبلوا على الله وعودوا انفسكم وحببوها لله سبحانه وتعالى. هاي النفوس اللي تذنب وتتأذى تتندم، هاي بيها باب.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هاي النفس إذا تتندم على الذنوب عندك إياها، هاي جيدة، هاي طبعها، هاي أقرب وأسرع إلى التقوى. فاتقوا الله ما استطعتم. ذيك النفوس اللي احنا ما نوصل لها، نفوسهم أرواحنا فداهم. ذيك النفوس المطمئنة، يا نفس، ها يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي، ذيك عدهم. احنا إذا نتأسى بهم نسير على منهاجهم. قلت كلمة ولا بأس بالمناسبة، حتى العالم يدري احنا مو ناس الطالة بطالة، مثل ما اكو سنوية بالعالم مهرجانات وتجمعات، احنا لا، هذا الدين. والله لو ما هاي ثورة الحسين حتى صب علينا غضب رب العالمين، لأن الله يقول ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا الإسلام أحياه الحسين بفضله ومنته علينا. هذا زيادة من عند سواها الحسين، طلع من المدينة المكة وراح خذ عياله وولاده وانقتل. قلتها حتى لو ميت في بيته نفس الجلالة عند رب العالمين، بس هاي منا على راسي وراسك من سيد الشهداء. يصير أنا وأنت ما نمتثل الأوامر، يعني هذا جفاء بحق الحسين سلام الله عليه، جفاء منك أخوي أن إذا أنت ما عندك التزام، جفاء منك أختي يا من تنهجين نهج العقيلة زينب، وراح تسمعين هاي أيام العفة والحشمة والكرامة، راح تسمعون ولا بأس هسه هاي أيامها بعد. الحسين راد يموت يم ابنه، راد يموت، مات قضى الحسين. زينب ذكية حتى لا يموت أخوها، طلعت سمعت صوتها، قالت لوا ولدا، شسوى؟ ترك ابنه وجالها، قالها زينب احجابك شيلتك مقنعتك عبايتك عندي أغلى من وليدي علي، كذلك أنت أيتها الزينبية يا بنت علي أيتها الموالية يا شيعية، أنت عليك كل لا تضيعين أتعاب زينب. زينب ضاعت بعد يومين ثلاث تسبى من بلد إلى بلد، عيب علينا قبال الزهرة. وإذا بعض الفتيات من الأخوات المواليات مو ذاك الحجاب اللي تريده زينب، هاي زينب اللي ما ينشاف طولها، سبيت من أجل كرامتك أيتها الأخوات، وتستاهلن لو ما تدري بيك أن تستاهلن، ما ضاعت من أجلك، قدرنها احترمنها بمن برد الجميل. وأنتوا أيها الشباب، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مو تنخدع بالدنيا، أنت كلش ثمين، ثمنك الجنة، لا تبيعها على غير الجنة. مو تنخدع بكذبة، بنظرة، بقعدة، لا، أقبل على النفس. كثير من الناس فشلوا بالحياة، فشلوا ليش؟ لأنه خذتهم كلمات التعالي والعجب وغلبتهم أنفسهم، من كبروا خربت عواقبهم. اسمعوا شو يقول الأديب، بالله عليكم اسمعوا شو قد حلو يسولف هالأديب. يقول عصيت هوى نفسي صغيرا، وعندما رماني زماني بالمشيب وبالكبر، أطعت الهوى عكس القضية، ليتني ولدت كبيرا ثم عدت إلى الصغر. أكو ناس مع الأسف يعني أكرم الله محضركم، مدام شباب ملتزم، إذا كبر ما دش يصير بي، بالعكس يعني إذا واحد هو غلط كن الإنسان من بدايته إلى نهاية طاعة لله، لكن إذا في بداية حياته انغلب نقول هذا. كثير من الناس على هذا النهج، ولكن المصيبة هذا اللي متنسك وعابد وملتزم، وإذا كبر اللي يكون يصير وقر، بالعكس
تصير عنده سوالف وأفكار وحركات ما تعجب اللي ما كنت تصير عنده. تعبتكم أدري بس لا بأس إن شاء الله، أنتم كرام وبالرخصة من هالأجاويد. هذا الحج تعلمنا منكم نقوله مش مني أنا، هذا من سيد الشهداء. أنا أدري هذا احترامكم وسكوتكم للمنبر احترام للحسين، واللي يحترم الحسين مثل الحر وغيره الله يكرمه. فأخواني تتحملون مني آخر كلمة أقولها ليكم. شوفوا اليوم أتباع أتباع ناس، مثل هذا أتباع فلان، شخص يلبس مثله يقلده يشيل صوره هيك بعد الجماعات. أنت يسمونك حسيني، مش أنت حسيني، كنت برهن على أنك حسيني. أنا ما مطلع بس أنت أعرف موبايلك شنو، هذا الموبايل الخطر أنت كنت برمجه وتسويه حسيني يا أخو. سلام الله عليك يا أبو علي، هاي خدامك وهاي شيعتك ولبولك النداء. وإن شاء الله إذا استمرينا على أخذ نهج الحسين والله ما يتركنا سيد الشهداء، والله ما يتركنا. هسه يمكن واحد يسمعنا شنو ما يترككم، هسه أنت ما عندك حسين، بس إحنا هذه عقيدتنا في الحسين وعدنا أدلتها ما ملأت كتبنا، أن الحسين هذا الوجيه العد الله، هذا اللي أعطى لدين الله كل ما ملك. خو الحسين مو أكرم من الله؟ الله شي ينطي؟ بس يعطي جنة، خو غيرهم بالجنة يعطي المقام المحمود مثل جدة. زين أنا أقول سيدي أبو علي، إذا أنت قبل من وقفت بكربلاء وتأثرت وسعيت أن تودي للجنة ناس يردون يقتلون أخوك، يردون يقتلونك، هاي الوادم اللي جاية تبكي على أخوك الليلة شو تسوي لهم يوم القيامة؟ ها؟ لا بالله عليكم، هاي أنت الكريم سيد الشهداء. سيدي أنت تحت التراب وهاي الخلق كلها عايشة بنعمتك. شوفوا العطاء المادي والمعنوي في هالشهرين المتتابعين، شنو أنت يا حسين؟ ما أعظمك. فكنت أقلكم أكو ناس جرفوا خدعتهم الدنيا بالإغراء. مو قلت لكم البارح أعتقد أو قبلها، مثلا رحت لك الواحد تريد تجيب الفكرتك صوبك تشوفه معاند، قل له من أعطيك 1000 دينار؟ قل لك لا أنا عندي مبدأ. قل له 1000 ين وزيدوا يا 3000 4000، أنا مطمئن راح يخضع راح يلين إلا ما رحم ربي والله. لكن إذا عنده مبدأ وهاي زمام النفس مو بكيفها، بكيفه هو لو الدنيا ينطونها إليه مثل أبو فاضل. اسمعوا عمر بن سعد قال أنا اشتبهت لميت هالعرب وهالقبائل كلها على هال70 نفر، شن بيهم لميناهم كلهم؟ شمر قال له تحسن لرأيك، ولك إيش جاي تحكي أنت؟ هذا وقليل. شلون؟ قال له في جيش الحسين رجل اسمه العباس، هذا جيشه كل ما يقف بوجهه فخاف وطمع بي، طمع بي عمر بن سعد. قال للعب قال للشمر روح روح قل له خلي يجينا ويصير معانا، وقل له عمر بن سعد يقول خليك قائد على الجيش كله. شنو هالإغراء؟ تروح وك ناس تقعد على الكرسي ما تنطاق يا أخوي والله. قوة يرد السلام ما يسولف ويا يدور على هيك مناصب، يريد الشيخ على خلق الله. زين كيف يقول له تعال نخليه قائد على 30,000 على أقل الروايات؟
يعني هذول ما ينطقون إلا بأمرك، ما يقومون إلا بأمرك، النهي والأمر بيدك. قال له حاضر. وجا شمر وقف يم مخيم الحسين وصاح، هاي كلمة يريد يطبع بها العباس، أين العباس وإخوته؟ أين بنو أختنا؟ كلمة مسمومة هاي، يعني كيف ترى إحنا وأمك من قبيلة واحدة، من بلي ننحدر من ابن واحد؟ استحى العباس. الحسين قال له أجبه. بأمر الحسين قام أبو فاضل، اجا وقف يم العباس يم الخيمة. زينب افترت بالصواوين خيام، وجت وقفت يمهم، بينها وبينهم شنو؟ خيام. تسمع الصوت لكن خايفة. قال له يا ابن أختنا أنا جاي لك تصير قائد علي وعلى الجيش كله، جيب خوانك وتعال. فبكى أبو الفضل، قال له ويحك يا شمر، ما خلقني الله لنصرتك ولا لنصرة ابن سعد، بل خلقني لنصرة هذا الغريب. وطرده. من راح شمر زينب لازم صدرها، صاحت يا عباس ريض لي على هونك، على هونك اشعدهم وعداكم يندهونك، وبأمرة الجيش يواعدونك، أخاف من خيك يفردونك، والله لوني تغير تغير وحق لونك. أنا متعجب، يعني إذا تجلي الأجساب أو تعاين لي ما تقرأ، كم تدري تقرأ؟ أنت معزي غير جاي تعزي على أبو فاضل الليلة، وتريد في كل بيت كون أقول لك قرأ؟ يلا بدينا مصر أبو فاضل. خويا وبأمرة الجيش يواعدونك، أخاف من خيك يفردونك، والله لوني تغير وحق لونه. يقل لها يا زينب شي تظني، أفعلي أشياء بتعلي، شي تظنين أروحا وعوف عضيد لحسين، خويا وعيناك حياة عيونك، وعيناك لو تنقلب صوبين، أنا أردها بشمالي دون اليمين، خويا أمني أمني بوجودي ولا تخافي، ويلي ويلي أمني بوجودي. يا ولا تخافي، ويلي. ولما صار يوم عاشر آخر جندي قبل عبد الله الرضيع أبو فاضل، كل ما يريد يروح للقتال الحسين منعه، يقول له أخويا أنت إذا تروح للقتال يقول أمرنا إلى الشتات، نضيع من بعدك أبو فاضل. وحسين كل ما يريد يروح منعه، لما ما اجت لزينب بيدها عبد الله يلوج بلسانه، قالت لابو فاضل يموت عبد الله من العطش وانت عدل،
أنت موجود وخواتك عطشانات؟ إجا للحسين قال له سيدي تسمح لي أجيب ماي للعيال؟ بهاي الذريعة بهذا العنوان الحسين أذن، لكن شو شلون أذن أخوه؟ شيعه وصله وين؟ للفرس. لما راد يركب على الفرس الحسين أحاله، يعني ساعد على ركوب الفرس، قال له كلمة مكتوبة على باب العباس، قال له اركب بنفسي أنت، يعني فدوة رحت لك اركب. أويلي يقول له فدوة أروح لك، اركب يا أخوي. يا أخوي ودخل إلى سوح القتال. بس قبل لا أبدأ أقرأ شجاع على أبو فاضل، إن شاء الله ما يخيب ظني يا رب. قال يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني، يا بسلسانة وحالته والله شعبتني، حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني، تجذب الونة والرضيع يدير عينه، حلت مدامعها يا أخويا ووقفت حذاي، ترتعش وتقل لي يا عمي ذايب حشا مدة 3 أيام والله ما شربت، واحنا يا خويا الموت لازم واردينا. يا شباب العقيدة يستاهل ابو فاضل تقرا شجاعته، بعدين خلي التعب علي خدمك. لما سمع هذا الحكي الحسين من العباس قال له يا قطب الحرب يا شايل حملنا، خلى يا خويا من العطش يهلك طفلنا، الله يعين الجيش لا تشتت شملنا، عقبك يا خويا تميل عدوانك علينا. تقدم ابو فاضل قال له الحق وياك يا ابو علي، لكن ترضى يا خويا تموت نسوتنا ضماية؟ يلا يا خويا، ترضى يا خويا تموت نسوتنا ضماية؟ واحنا يا كهف الخايف اليوث وشفايا، يا حسين رخصني انكس هالرواية، خيك يجيب الماي لو تقطع يمينه، انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، وكان على المشرعة 4000 فارس بقيادة عمر بن الحجاج، كشف عمان المشرعة ملك الماء ملأ الركوة، لما لمس الماء بيده قلبه كالحديدة الحامية، رفع الماء وأراقه في الفرات، هذا الماء يجري بطون حي وضوقه قبل أخوي حسين، وظن طفله يا ويلي من العطش ماء، وظن يوم قرب والعمر وياي ها شلون أشرب أخوي، وسكنة والحرام وأطفال رضعة، وظن قلب العليل التهب نيران، وظن يوم قرب والعمر قصر، ملأ الركوة وخرج توجه إلى جهة المخيم. اسمع قالها يا اختي ردي وصبري المدللات، الما يجيب الماي حي على الصلاة، لو أجيب الماي لو شط الفرات اليوم اطمنا بزلمها وخيلها. صاح ابن سعد يا قوم لئن اوصل العباس الماء افناكم عن بعد 3 أبيات شجاعة اقرا وخلي التعب علي، لئن اوصل العباس
عباس الماء إلى المخيم أفناكم عن آخركم ظل بالضم ساق العطاش وطلع بالجود والدربين وبين أخوه حسين مسدو بين ما الحسين عاين واقف يم زينب فرد مرة قالها اتركيني أخي وأقبل إلى ساحة الميدان رافعا صوت أخي عباس استند إلي وأستند إليك قال ابن سعد فرقوا بين الأخوين ففرقوا بينهما بينما العباس يقاتل إذ كمن له عدوه من وراء نخلة ضرب العباس على يمينه فبراها سقط السيف من يده هوى إليه بيساره قائلا يا والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا وعن إمام صادق اليقين بينا هو يقاتل إذ كمن له عدو من وراء نخلة ضربه على يساره فبراها أين الصارخون وعباسة طاح نديان أبو فاضل عاين عند معي قال إديان ما عندي لكن خل أوصل الماء إلى المخيم إجا لعين خيب الأمل ضرب القربة أريق ماءه الله لا يحيركم يا أخويا اتحير العباس لا عند إديان قاتل ولا عندما يرجع للمخيم ظل عايل الأعداء وإذا أقبل حرمله حكم سحمه سدد نحو أبي الفضل وقع السحم في عين أبي الفضل أين الصارخون وعباسة وسيدا شغله ذلك السحم عن الحركة شايف يا أخويا شعر من الطيح بعينك شي يصير بك سهم نبت بعين أبو فاضل مد يده اليمنى وجدها مقطوعة مد اليسرى وجدها مقطوعة حرك رأسه ما سقط السهم استخرج قدميه من الركاب وضع السهم بين ركبته وإذا غمد الحديد على رأسه أين الصارخون حسين في ناس ما تصيح معانا أين الصارخون وعباسة نادى ادركني أخي يا حسين وأقبل أبو عبد الله وصل يم العباس العباس عين وقع فيها السهم والثانية جمد عليها الدم من راسه بعد ما يشوف بس يسمع واحد يمشي يمه جمع قوته وقال له يا هذا لا تذبحني لما ما يجيني العزيز العزيز أبا ودع وإذا بصوت يا عباس أنا أحصي يمك يمك واختلط دمع فيض دمك قعد يمه خذ راسه خلاه بحجرة العباس صاح آه الحسين قال له توني يا أبو فاضل قال له هضيمة طلعت من إيدي بعد عندي منوة بس ما تصير يا أبو علي ما أقدر أسويها قال له احكي لي أنا أخوك يمك قال له أخويا ما تصير يا أبو علي أتمنى أكون عندي إيدين وشبقك قبل ما أموت والله أحب أشبقك يا أخويا بس ما أقدر أعوذ بالله من عين لا تبكي على العباس قال له أنا عندي إيدين دنق علي وشبقة بس شبق العباس صح آه قال له هالمرة ليش ونيت أبو فاضل قال له هاي المنوة بعد ما تصير أتمنى أكون أمي الحنونة يمي وتشوفني شلون خدمتك ورفع صوته ودى للمخيم قالها زينب علي تشمك يا أخويا سامحيني سامحيني طحت ومقطع شمالي
وياي وياي يميني وسهم يا شوم طفى نور عين. الحسين بدا يتعاطف معه، اخويا ابو فاضل، الا ان العباس يستحي من الحسين، اخذه الحياء يشيل راسه يخليه بالقاع. قال لاخويا ابا ودعك ليش تخلي راسك بالقاع؟ هذا بيتي بك الصخر والله من رخصتكم. قال لاخويا ليش تخلي راسك بالقاع ابو فاضل؟ قال لاخويا خويا شلون اخلي راسي بحجرك بحجرك وانت بعد ساق الشمر يقعد وين وين وانت بعد ساق الشمر يقعد على صدرك؟ اين الصارخون حسين؟ لا لازم يبكي كل اللي في الماتم هالليلة، ليلة ابو فاضل ما تعود عليك الا بسنة. واسمع هالابيات، راد يقوم عنا الحسين حشالة كلمة يمه. قال ابو فاضل عمرك كله 34 سنة ما يوم قلت لي خويا، ليش من طحت صحت خويا؟ قال لها كيف انا خادمك امك الزهرة، انا امي وانا خدام لك والامك، لكن تدري خويا لما طريح العمد فوق القاع ذبني، ويلي ويلي ذبني قبل اوصل التربان، شفت ديان جتني، شفت امك الزهرة تقل لي هلا يا ابني. ايه على امرك يلا وياي. يقول له اجت لي وشالتني عن القبرة، يلا اجت لي وشالتني عن القبر وحضنتني وصاحت امك الزهر، هذا حسين جالك من كسر وشفت لطمة عيون امك يا اخويا حسين. بتشينا يا مولاي ويلي حشالة كلمة. قال لأخو قال لأخويا يمين كل الضمد بيك، يعني عيوننا بس عليك أبو فاضل، الضمد بيك ايدي هذني فد وليديك. قام عنه راد يشيله، مو تخليني قربت بروحي، والله هذا البيت يهزني من اعماقي اذا اقراه. وينك يا ملا عطيه؟ قال عزام يشيله للمخيه، ام قال مارو خلي على الشاطئ اعالج طلعه الرو. ليش ليش ما اقدر ارد للخيام واسمع زينب تنو وانظر دمع سكنه على الخدين ساجن. قام عنا مشى خطوات واذا بصوت، يلا انت انعى وانت ابكي، صاح قال لي يا اخويا حسين سلم على الحزينه، قلها وقع راعي العلم لا ترتجن. ساعدك الله اخويا، قطعوا العدا جفوفه وصوبه وبالسهم عينه، وان كان عندك عتاب عتبك عند الحسين وعلى حسين. ويلي
الجايا وتلقت سكن الحزينة يا ابويا عمي العباس وانا يبا شرب ماي ونسانا ما نسينا يقل لها يا سكن راح عميج تركت على النهر يعتذر منك طلعها من قلبك وحسينا حتى لو تعبتكم عندي بعد 10 دقائق وصلكم الدعاء والي سوى الحسين يقول اجا الخيمة العباس سحب عمود الخيمة وطاحت الخيمة على راسه اجت لزينة قالت اوصف لي احواله قال مخ على الشتو والسهم نابت بعينه يا حزينة وما يشو شعر راسه مخضب بدمه ومقطوع تشوفه وانا يا اختي انكسر ظهري يوم شفت على الصعي اوالي قالت لابو علي اروح اشوفه يقل لها يا زينب ما تلحقين ما تلحقين كنت يمه وتوه ما تلحنين وقبل ما يموت وصاني بوصية قال لي خويا حسين سلمني على ختنا على ختنا وقلها المنية فرقتنا وسلمني يا ابو اليم على سكنة بعد هيهات اجيب لها مية والي عاد حاجت زينب تقل لأخويا يا أبو فاضل يا أخو خويا لما انطحت يا ليث الحرب ردت أجيلك كان مشدود الدرب خويا جيتك ولا كان تولوني ضرب وشبعت خويا عقب عينك عذاب ولي هذا بيتي طلع دموع مختزنة ولا عذر لأحد فيه عطلعت تصيح وعتبة ونيني وين السادة وينهم ونيني الساكنة البيدة وعتبة الشمر ترضى يعتبيه وعتبة اريد اوصل ابو فاضل وعتبة واقول له يا بطل لحق علي وياي وقل له يا بطل لحق ولي خادمك على امرك خويا ولي راح اقرا ابيات بهالطور هذا العاشوري بخدمتك ولي يقل لها يا زين هذا الحسين يا زكية يا خويا شلون بيك شلون بي يا زينب راح عباس من ده اسمعكم ويلي هاي عندي بيتين بهديهن لابو علي الله يرحمه ويلي ولا جنى يقل لها يا زينب لا تجيني ما
اريدك تشوفين راسي وسهم قني، ولا اريدك تشوفين يسراي ويميني، لا ينصدع قلبك يا زينب يم الاحزان. ويلي ويلي ولا ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة؟ ويلي ويلي قال يا مظلوم تدري بالوفا شمة وطبيعة. شلون عباسي تروى وينسى بوسكنا ورضيع؟ قام راجع للمخيم والحرم ترقب مجيء، والمراضع بشرت رضعانها بقطرات، ولاح ليها حسين وحده وقلطت للهاشمية. شلون يا ابن امي تقل ما جبت عباسي لنا؟ اول وتالي يا اخويا الماي صارك شرع علينا، حيف يا شايل حملنا بالفضول راح راح من دينا. وعلى حسين ان شاء الله التفت لي حافظ.